لان الهدف زي ما قلنا يعني عاوزين نقيم اللونج تيرم افكاسي اوف ذا لونج انجكشن ستيرويد ان تريتمنت اوف ديفرنت تايبس اوف اكيوت انتباتيك فورم اوف انفلاميشن. هي من الراشونال احنا كلنا نعرف ان الكيس فورم اوف انفلاميشن بيتعالج بالاورال ستيرويد از مين ستيت تريتمنت. فالاورال ستيرويد از سيستميك كوبيت ستيرويد ليه كومبليكيشن وفي بعض الحالات ما بنقدرش ندي سيستميك ستيرويد. And then
ده الكورونا سيكشن في برضه الله المتقدمين الرئيس بلس 2% من الكومبينيشن ده حاجات غرام ده انكلينج في مصر انرجين اسيزيان ده فيشن بري اند بوست انفكشن ده دي دراسه على السكور بتاعي ابتديت استخدم اكيد الباتن في برضه الكومبينيشن زي الحاله دي ده جاي بيوتا الدار والسي تي في الانجينس ماس اكسنتو ده في سكتاريا وسير الجزء الوزنة الطاي واهم حاجه نبص على طبعا ليزر ساينسز في حاله زي دي نلاقيها اكسبرين لان الصغيرين في مرض المباراه ليزر ساينسز افكتيف حفلت على طول فوق الاسبوعات اعطيت برضه اللون سوبر ديتكشن و ده بعد السكر لان دي حاله جديده الشاب اللي عايش في الكويت حوالي 10 سنين واعطيته سيستم استرويد او استرويد خف جالي بعد 3 سنوات بالمنظر ده اعطيته هرمون بروتكشن الاسترويد وده كان الجلوجين ده شيء اكسلنت هو تيرابي